انتظمت مساء أمس أمسية حوارية لمناقشة وطرح كتاب المرآة والآفاق تونس كما نراها لمحافظ البنك المركزي الأسبق توفيق بكر. ويهدف هذا الكتاب إلى المساهمة في وضع توجهات وبرامج واقتراحات لإصلاح الوضع الاقتصادي التونسي. هذا الكتاب هو اسمه المرآة والآفاق تونس كما نراها. في الحقيقة هذا الكتاب الهدف منه هو انطلاقا من التجربة اللي عشتها شخصيا في مختلف المراحل نتاع المسار المهني نتاعي كوزير تنمية ثم كوزير مالية وكمحافظ بنك مركزي، حبيت ان اولا نخرج باستنتاجات هذه التجربة ونشوف كيفاش ربما بالإمكان أن نساهم في وضع التوجهات ووضع البرامج ووضع الاقتراحات اللازمة لاستصلاح أوضاع الاقتصاد التونسي اللي كما يعلم الجميع وصل لوضعية صعبة. هناك مجموعة من الاقتراحات اللي جات في الكتاب هذا، بالطبع صعيب أحد في دقيقة باش يحوصل هذه الرحلة، لكن هي مركزة على بعض المبادئ الأساسية. مركزة أولا على كيفية أن تصبح المسائل الاقتصادية ذات أولوية وأن ترتقي إلى أولوية وطنية. ثانيا كيفية تعديل المنوال التونسي التنموي حتى يستجيب إلى تطلعات المجموعة الوطنية وخاصة يستجيب إلى تطلعات الشباب ذات المستوى التعليمي المرتفع. ثم فيه تصور لمدى قيادة الإصلاحات الأساسية اللي لابد القيام بها في إطار إعادة النظر في هذا المنوال وفي إطار استعادة التوازنات العامة للبلاد، سواء توازن الميزانية أو توازن ميزان المدفوعات. الإصلاحات هذه أصبحت معروفة اليوم، إصلاح الجباية، إصلاح المؤسسات العمومية، إصلاح نظام الدعم، منظومة الدعم. الفكرة الأساسية هو أن هذه الإصلاحات كلها تتم في إطار التمشي التدريجي وتراعي الوضع الاجتماعي لبعض الفئات، وفي نفس الوقت خاصة على مستوى الدعم تندرج في إطار إعادة النظر في منظومة التحويلات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة بصفة عامة. أعتقد أن هذا شيء أساسي وشيء ممكن وشيء محبذ، لأن هناك قطاعات أصبحت هامة بالنسبة للفئات الاجتماعية، خاصة قطاع الصحة، قطاع التعليم، إعادة الاعتبار لل قطاع التعليم كمصعد اجتماعي كما اللي عشناه منذ الاستقلال. هذه أشياء أساسية اللي جاءت في هذا الكتاب وجاءت في بها جاءت فيها اقتراحات عملية حتى يعني نتقدم في إنجازها. عرفوا أن التونسي اليوم ما يقرأش برشا، لمن يتوجه توفيق بكر هذا الكتاب؟ هذا الكتاب متوجه إلى الإطارات، متوجه إلى الأحزاب، متوجه إلى الجمعيات، متوجه إلى الدولة، إلى المسؤولين عن الدولة. وهذا معناتها دورنا كناس اكتسبوا تجربة يعني وفي مجالات متعددة، لابد أن نوظفها ولابد أن نوصلها إلى أين، إلى المكان اللي يمكن أن يتم استغلالها ويكون معناتها اللجوء إليها. يمكن القول أن الإصلاح ممكن رغم الوضع الصعب؟
والله الإصلاح دائما ممكن، أما الإصلاح كل ما توخر في الإصلاح كل ما الكلفة متاع الإصلاح ترتفع، وكما الفترة ترتفع. الآن الإصلاح أصبح ماهوش متاع سنة وسنتين، الإصلاح أصبح يتطلب من 7 إلى 10 سنوات أعتقد، ويتطلب خاصة تدرج مرحلة. أنا قلت مرحلتين، مرحلة أولى يتم فيها الإصلاح الأولي للإصلاح وما يسمى بالاسترجاع الأساسيات متاع العمل التنموي، المرحلة الثانية يكون فيها مخطط تنموي يستهدف الارتقاء بالنمو إلى المستويات اللي عهدناها فيما قبل، يعني واللي يتمكن من إحداثات الشغل ويتمكن من تحسين مستوى عيش المواطن. في برنامج ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية الإدارة فما شيء ثابت هو التظاهرات الثقافية والعلمية، وتأتي الندوة متاع اليوم المتعلقة بتقديم كتاب الصديق والزميل سي توفيق بكار في هذا الإطار. نحن نولي اهتمام كبير، وساء أول شيء النادي متاعنا نادي عائلي ترفيهي مخصص لخريجي المرحلة العليا للمدرسة، لكن الجانب الثقافي والعلمي هو مهم جدا في نشاطنا. طبعا انتم شفتوا اليوم حضور مكثف، قاعة مليانة، ناس مهتمين، وكان التقديم أكاديميك بيورمون اي سامبلومون، وهذا اللي يهمنا احنا. يهمنا انه نمشيوا القدام، نواصلوا البناء لخير هذا البلد. اليوم حتى الحركة اللي حكيت عليها أنت، يعني أنه اليوم مبيعات الكتاب هذا خصصت لدعم الودادي. صحيح، تفضل سي توفيق بكار مشكور بجلب مجموعة عدد من الكتب، ومن الأول قال لي المدخول متاعها يخصص لدعم النشاط الثقافي والعلمي للجمعية، وبارك الله فيه. كتاب المرآة والأفاق تونس كما نراها لصاحبه توفيق بكار يحتوي على تقييم للوضع الاقتصادي وعلى مجموعة من الاقتراحات والحلول للخروج من الوضع الراهن. Cette baisse des dinars à côté pour le pays tenue bien une dette supplémentaire de 17 milliards de dinars. Rien que ça. C'est-à-dire 20% de dette supplémentaire du PIB à cause d'une décision de politique publique qui a été prise pratiquement sans qu'il y ait un objectif clair. Et ce n'est pas le seul exemple. Nous avons fait les calculs. La perte par la Tunisie de sa notation, sa dégradation à 8 fois, sans qu'il y ait d'ailleurs aucune réaction. Il a été dégradé 8 fois, c'est comme une équipe qui perd 8 matchs et qui ne réagit, qui ne congédie même pas son entraîneur. Alors, ça fait rigoler, ça, de temps en temps ça fait pleurer. La baisse 8 fois de cette notation, lorsqu'on fait les calculs actuellement, si on fait une sortie de 1 milliard de dollars de sortie sur le marché, bon, maintenant on ne pourra pas lever l'argent, mais théoriquement, si vous faites une sortie de 1 milliard de dinars, la dégradation aurait coûté, en termes sur 5 ans, aurait coûté en termes de coûts supplémentaires, en termes d'intérêts supplémentaires, 3 300 millions de dinars en termes de taux d'intérêt supplémentaire. Vous imaginez ce que c'est? C'est-à-dire autant pratiquement que le prix lui-même. Donc ces politiques publiques sont fondamentales. Et on ne peut pas faire l'économie d'heure. Nous avons essayé certainement, nous avons des collègues qui sont de la Cour des comptes.
le pays a essayé d'orienter le travail de la Cour des comptes vers l'évaluation. Mohamed aussi également, elle a fait beaucoup dans ce domaine-là, vers l'évaluation des politiques publiques. C'est quelque chose de fondamental. حضور مكثف توفيق نتاع ناس اللي تفهمك نجم تناقشك نجم تقدم الاضافه لكن ماهمش هما بركه موجودين في البلاد هذه حضرت لك معنا حتى في عرض اخر في مكان اخر تقريب نفس الشريحه اللي فيها نسبه كبيره يا خدات التقاعد ولا تقاعدت بطبيعتها. ما عادش يهمها معناها تنجم تقول المشاركه المباشره في الشان العام ولا تسمع فرهد على قلبها اما وانه معناها ما عاد يحب حتى حد يسمعها. فما برشا منا احنا حتى حد ما يحب يسمعنا. احنا نسمعوا في روحنا. الكلام اللي قاعد تقول فيه هذا يلزم يخرج من برا. اذا كان ما حليناش المشكل هذايا المشاكل باش تتراكم وما نجمو نقدموا في اي خطه اصلاحيه. ولذا نو باري اسونسييل كيلي ان ديالوغ سيران اي ابيزي انتر تو لي اوبيراتور تو لي انترفونون تو لي بارتنير سور لو رول دو ليتا. اسكو هي دوله شموليه اللي تعمل كل شيء وما تنجمش تعمل كل شيء واللي دولة اللي هي حكم وهي تكون يعني موتور دو رونس لاكتيفيتي ايكونوميك اوروبي. احنا عايشين اليوم في تونس بالحق في تحول ديمقراطي عايشينه. Il y a une facture à payer, il faut qu'on la paye. Mais si c'est certain, il ne faut pas baisser les bras. Ne laissez pas pour vivre. Au contraire, le travail que vous avez fait auparavant, que vous êtes en train de faire aujourd'hui, خليني انا وياسر ناس نعلموا بهالبلاد ونقولوا لازم نكفوها. فما اليوم اضطرابات في تونس ما خبيوش، كلامك كله صحيح، لكن بكل صراحه ما ينجمش يتحكم في ظل السياسه الداخليه تاع بلادنا بالطريقه هذه، ما نجموش نعملوا. اليوم وقالوا بعض المتداخلين لي كارت سون فريمون معناها مشكيين ماناش عارفين شكون يحكم شكون، فما سياسه واضحه، لكن كلامك يقعد ان ريفيرونسييل، سو ليفر ريست ان ريفيرونسييل بور لو ريال ديفلوبمون دو لا تونيزي، بسكي سيغتان لازمنا كل نعاودها ونحطوا ليد في ليد باش نعملوا به البلاد ونقولوا الوقت اللي متعدي منه راهو باش يجي وقته يوفى.